السلام عليكم ومرحبا بكم في الحصة الخاصة في الدورة التكوينية ساج كونتانتي فيرسيون إيسات، دائما مع الأخت سلمى من مدينة مراكش. غادي نشوفوا معها الدورة التكوينية ديال ساج كونتانتي بور لي ديبيتون اللي هو نيفو أه، يعني دائما كنخدموا على نيفو أه بالنسبة لساج كونتاكتي. دائما كنخدموا على الاساسيات ديال لوشي ديال ساج كونتاكتي. بعد ما تعرفنا في الحصه السابقه على الكرياسيون دي كود جورنو، تعرفنا على انواع ديال لي كود جورنو اللي كيمكن الشركه تخدم بهم، ثم شفنا واحد ريجيمي على لي كود جورنو. حصه اليوم غتكون تطبيق لي كود جورنو سير ساج كونتاكتي فيرسيون اس. قبل ما نكريو هذا الجورنال داشا، دائما خصنا نعرفوا اشنا هما لي فاكتور او لي زوبيراسيون اللي كيمكن لينا يدخلوا في هذا الجورنال داشا. دائما كيف ما كنعرفوا ان كاينين مجموعه ديال لي جورنو اوكسيليير في لوسي ديال ساج كونتاكتي، ودائما خصنا نعرفوا اشنا هو انواع ديال لي زوبيراسيون اللي يمكن لينا ندخلوا في كل جورنال. اذا اول جورنال اللي كيمكن لا سوسيتي كريي في لوسي ديال ساج كونتابلي وهو جورنال داشا. اذا هنا جورنال داشا خصنا نعرفوا اشنا هما يعني لي فاكتور او لي زوبيراسيون اللي كندخلوا في هذا الجورنال. اول كونت اللي غادي نبداو به هو كونت 6111 اللي الاسم ديالو في البلون كونتابل اشا دو مارشاندي جروب ا. فالبلون كونتابل المغربين عطانا جوج ديال لي كونط، اشا دو مارشاندي جروب ا، وعطانا كذلك اشا دو مارشاندي جروب بي. يعني جروب ا مجموعه اللي كتكون كتنتمي للمجموعه ا، وجروب بي جروب بي اللي هي لي زاشا اللي كتنتمي يعني الجروب بي. خصنا نعرفوا اشنا هما لي زاشا دو مارشاندي جروب ا، شكون هما الشركات اللي كيستعملوا يعني اشا دو مارشاندي جروب ا واشا دو مارشاندي جروب بي. بالنسبه اشا دو مارشاندي جروب ا دائما كتخدم بها الشركات التجاريه، يعني هاد الشركات التجاريه هما اللي كيخدموا بهاد اشا دو مارشاندي جروب ا. سي مارشاندي سون اشتي او بري دي فورنيسور اي فوندي ديريكتومون او كليون سون موديفيكاسيون. بمعنى ان هاد الاشا دو مارشاندي جروب ا كيخدموا به فقط الشركات التجاريه، بحالاش اشا دو فيتمون شي ان غروسيست. يعني بمعنى ان شرينا واحد الملابس اللي هي جاهزه وكنعاودوا فيها البيع، يعني شريت مشيت انا لعند واحد غروسيست وشريت من عنده هاد الملابس، اذا هو باع ليا مارشاندي وانا درت غوفون ديال هاد المارشوندي، يعني درت فيها درت ليها إعادة البيع ديالها. يعني شريت حوايج من عند بروسيس وعاودت فيهم البيع. إذا هنا كنسميو هاد العملية أشرا دو مارشوندي جروب أ. عندنا كذلك أشرا دباغاي إلكترونيك، يعني شرينا أجهزة إلكترونية بحال التلفازة أو هاتف كاميرا رقمية أو ساعة، يعني شرينا هاد الأجهزة الإلكترونية وعاودنا فيهم البيع. إذا هنا هادو كيدخلوا كاملين في اشا دو مارشاندي جروب ا، وكيف ما قلنا هاد الكون كيخدموا به فقط الشركات التجاريه. عندنا كذلك كا نيميرو 2 اللي هو الكون 6112 اللي هو اشا دو ماتير اشا دو مارشاندي جروب بي. هاد الكون هذا كيخدموا به الشركات الصناعيه. هي علاش البلون كونطابل عندنا عطانا جوج ديال لي كونت 6111 اشا دو مارشاندي جروب ا اللي كيخدموا به الشركات التجاريه، وعطانا كونت 6112 اللي هو اشا دو مارشاندي جروب بي اللي كيخدموا به الشركات الصناعيه. هاد الكونت 6112 اشنا هو؟ سي بيان نيسيسيت ان ترانسفورماسيون افون اتر فوندي ان طونكو برودوي فينال. بمعنى ان هاد اشا دو مارشاندي جروب بي عباره على واحد البيع، يعني خدينا واحد البيع وحولناه لواحد البرودوي فيني. بحالاش؟ يعني غنعطينا اكزومبل. اكزومبل هو اشا دو تيسي بور فابريكي دي فيتمون. بمعنى خدينا ثوب وصنعنا به ملابس، يعني
ثوب يعني عادي، وصنعنا به مثلا قميجة، أو صنعنا به مثلا تريكو أو سروال. إذا هنا هادو كيدخلوا يعني في أشا دو مارشاندي جروب بي. بعد ما تعرفنا على الفرق ما بين أشا دو مارشاندي جروب أ و أشا دو مارشاندي جروب بي، غادي نشوفوا واحد ريجيمي يعني ملخص شامل بالنسبة لهاد البيع. إذا خلاصة بالنسبة للبيع، كيف ما قلنا عندنا 3111، إذا كانت عندنا واحد البيع سون موديفيكاسيون اللي كيخدموا به الشركات التجارية، وعندنا كونت آخر اللي هو 3112 اللي كيخدموا به الشركات الصناعية افيك موديفيكاسيون. إذا هذا عبارة على ريجيمي. غادي نشوفوا لوبيراسيون الثانية اللي كتدخل في الجورنال داشا، واللي هي اشا دو ماتيير بروميير ا. اذا هنا عندنا جوج ديال لي كونط، يعني في البلان كونطابل عندنا اشا دو ماتيير بروميير ا، وعندنا كذلك اشا دو ماتيير بروميير بي. اذا هنا خصنا نعرفوا، يعني خصنا نعرفوا المقصود ما بين اشا دو ماتيير بروميير ا واشا دو ماتيير بروميير بي. فالبلان كونطابل الماروكين عطانا جوج ديال لي كونط، 3161 21 واحد اللي هو اشا دو ماتيير بروميير ا، هادو عبارة على شراء مواد خام طبيعية تحتاج إلى معالجة قبل استخدامها في الإنتاج. بمعنى أن شرينا مواد خام طبيعية يعني من الطبيعة، وصنعنا بها مثلا واحد البرودوي فيني. أعطينا إكزومبل، أشا دو بيترول بريد بور برودوير دي كاربون، يعني شراء النفط الخام لاستخدامه في إنتاج الوقود. يعني خدينا نفط خام يعني باش نستخدموه باش ينتج لنا واحد الوقود. اكزومبل رقم جوج، يعني خدينا خشب، يعني خدينا خشب واستخدمناه عن طريق مجموعة ديال لي ماتيير باش خرج لنا واحد الكرسي او طابلة. يعني هذا بالنسبة اشا دو ماتيير بروميير جروب ماتيير بروميير ا. اما بالنسبة للكونت اللي هو 61 21 جوج اللي هو اشا دو ماتيير بروميير بي، بمعنى ان شراء مواد ماشي طبيعية، يعني شراء مواد او مكونات التي قد تكون مصنعة، يعني هذه المواد يعني كتكون مصنعة جزئيا، يعني يا اما جزئيا او كليا، والتي تستخدم في عملية التصنيع. اعطينا اكزومبل، يا اشا دو كومبوزون الكترونيك بور اسامبلي دي زاباراي الكترونيك، بمعنى شرينا مكونات الكترونية جمعناها وكونت لنا واحد الجهاز الكتروني. بمعنى عندنا مكونات ديال التلفاز، كنعرفوا ان كاين في التلفازه فيها مجموعه ديال المكونات، خدينا ديك المكونات ديال التلفاز وعطانا التلفازه. مثلا عندنا كذلك مثلا مصلوح، خدينا ديك المكونات ديال المصلوح وعطانا يعني مصلوح. هذا الفرق ما بين اشا دو ماتيير بروميير ا و اشا دو ماتيير بروميير بي. دائما لي جورنال او لي زوبيراسيون اللي كيدخلوا في الجورنال تاع اشا، غادي نلقاو الكونت 6122 اللي فيه اشا دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل، اللي تفرع منه مجموعة ديال لي سوكونت اللي هو 6122 واحد اللي هو اشا دو ماتيير اي فورنيتور ا، عندنا كذلك 6122 جوج اشا دو ماتيير اي فورنيتور بي، عندنا كذلك 6122 ثلاثة اشا دو كومبيستيبل. عقلتوا على ان كيف ما قلنا النفط الخام يعني استخدام ديالو باش ينتج لينا الوقود، هذاك الوقود اللي خرجنا من النفط الخام كندخلوه في اشا دو كومبيستيبل ديال الكونت ديالو 6122 3. عندنا كونت اخر اللي هو 6122 4 اللي هي اشا دو برودوي دونتروتيان، بمعنى مواد تنظيف. عندنا كذلك 6122 5 اللي هي اشا دو فورنيتور داتولي ديزين، يعني عندنا واحد فورنيتور كنستعملوهم يعني في واحد ليزين، يا اما ليزين ديال الزيتون، يا اما ليزين ديال السيارات الى اخره. يعني دائما كيكون عندنا واحد ايجين اللي كنستعملوا فيه بواحد الفورنيتير، هاد الفورنيتير هادو كيدخلوا في الكونت 6122 5. عندنا كذلك 6122 6 اللي هي اشا دو فورنيتور دو ماغازان، يعني عندنا واحد الماغازا اللي فيها لي زارتيكل، فيها لي فورنيتور
يعني اللي كنخدموا بهم في هذا المجازة. عندنا كذلك كومب 61 سبعة اللي هي اشا دو فورنيتور دو بيرو، يعني عندنا واحد البيرو وعندنا واحد الفورنيتور اللي كاين في هذا البيرو، مثلا بحال مثلا قلم الرصاص، ستيلو، مسطره الى اخره، يعني اي فورنيتور كيكون في المكتب يعني كنستعملوا هذا الكونت اللي هو 61 22 سبعة. هنا بعد ما تعرفنا على انواع لي زوبيراسيون اللي كيمكن لينا ندخلهم في الجورنال داشا، كتجي المرحله الثانيه وهي الكرياسيون ديال كود جورنال داشا في لوسي ديال ساج كونتابتي فيرسيون اس. اذا غادي نمشيو لوسي اللي هو هذا، اذا دائما كندير ستركتور ثم كندير كود جورنال. اذا كتعطيني هاد لا فونيتر ديال كود جورنال، دائما هنا كتكون كلشي اكتيف. هنا الى ضغطت على اكتيف دائما كيبانوا ليا لي كود جورنال كرييت. الى درت انايا اون سومي هنا ما كيبقاوش بانوا ليا هاد لي كود جورنال لي كرييت، يعني غنخليها هكا ما ندير ليها حتى حاجه. غنضغط على نوفو او كندير بونتون دووا وكنضغط على اجوتي ان نوفيل اليمون. اذا هذه هي الاسيستونس دو كرياسيون دان كود جورنال. اذا عندنا سيليكسيون، يعني دائما كنسيليكسيون الجورنال اللي غادي نكري. عندنا هنا لو تيب دو جورنال، عندنا جورنال داشا، جورنال دو فونت، جورنال دي تريزوري، جورنال جينيرال، وجورنال سيتياسيون. اذا هذا الفيديو هذا غادي نشوفو فقط جورنال داشا، وهنا لي جورنو الاخرين غادي ندير لهم فيديو خاص بهم. اذا غنضغط على اشا، من بعد هنا لو كود. بالنسبه للكود غادي نمشي للكا اكسيل، ها هو الكود هو هذا ا سي اش. كندير هنايا اش جورنال ا سي اش. بالنسبه للانتيتيري ديما كنمشي الاكسيل كندير الكوبي هادي جورنال داش، ثم كنضغط على سويفون، ثم كنضغط على سويفون وكندير انيلي وكنلقى اول جورنال اللي هو جورنال داش. الى درت تريتمون جورنو دو سيزي غادي نلقى ان هاد الجورنال داشا فهو كيبدا من جونفي وكيسالي في ديسمبر 2024، بمعنى ان الجورنال داشا راه كيكون مونسييل، يعني كيكون ديال 12 شهر من شهر واحد حتى شهر 12. ودائما كيكون عندي مجموعه ديال لي زوبسيون بحال هنا اوفرتير نو اوفرتير نو امبريمي نو كليتوري، هادو هما عندهم واحد الخاصيه اخرى كيفاش كنخدموا بهم اللي غادي نشوفوهم في الفورماسيون ان شاء الله. اذا هذا هو الكرياسيون ديال جورنال داشا في لوكسي ديال ساج كونتابتي. موعدنا في الفيديو الجاي يعني في الكرياسيون ديال جورنال دو فونت بالاضافه الى لي جورنو اللي غادي نكريو في هاد لا سوسيتي واللي غادي نخدموا بهم. ودائما اللي باغي ينخرط معنا في الدوره التكوينيه يا اما ساج كونتابتي فيرسيون اسات، يا اما ساج بي، يا اما ساج كوميرسيال، يا اما ساج ايموبيليزاسيون اللي غتبدا الفورماسيون ديالها في شهر 10، ما عليه الا يتواصل معنا في هذا الواتساب اللي هو 06 70 90 72 81. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.